الاهرام موجوده؟ ماشي اديني الاهرام. انت بقالك قد ايه في الشغلانه دي؟ 55 سنه. احنا انا عايز اقعد جنبك واسمع. طب والشغلانه دي يعني معلش في السؤال يعني دي ارزاق على الله. لسه ما سالتش. دي ارزاق على الله. انت عارف انا عايز اساله ليه؟ ايوه. يعني بتكفيك؟ اصل شوف ما دي يعني ماشي على دي. بس في ناس هاويه لسه انها تمسك الجرنان كده ويفتح ويقلب فيه. يفتح ويقرا. طب يعني معلش في السؤال مكفياك انك انت عندك ثلاث اولاد وفاتح بيت؟ الشغلانه مكفياك؟ ما اصل شوف لازم تمشي على قدك عشان ما تكذبش على الله. ايوه. ماشي ممكن يبقى يوم حلو ويوم كده ويوم كده ويوم كده لازم. انا هشتري البضاعه دي هديك مبلغ كده في الظرف ده موجود. امسك. شيل الظرف. ماشي. اتفقنا؟ انا هسيب لك البضاعه. مش هاخدها مش عايزها. عشان ربنا يضعف لك رزقك وربنا يوسعها عليك. اللهم امين. والدنيا تبقى احسن يعني. السلام عليكم. مبنى الجامعة فين؟ جامعة ايه؟ جامعة الفيوم. هتركب من هناك كده أي حاجة توديك عند الجامعة. واحد خبطني بالعربية ووقع البضاعة مش عارف أعمل معاها إيه، والبضاعة كلها كسرت مش عارف أعمل إيه. رزقك رزق ناس حسبة نسبة وبالمقاس امتحان من غير لجال وانت جزء من الحكاية السعادة لو تتقسم فرحة في العين تترسم كلنا على بابه ونعم بالله ازيك يا حاج؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. انا كنت معدي من هناك كده ولقيت في واحد كان واقف معاك. ده مين ده؟ ده راجل كبير على باب الله. اقعد اقعد. بقول العربيه خبطته. اقعد انا مش عايز اوقفك مش عايز تعبك. بقول العربيه خبطته والبضاعه اللي معاك اتكسرت وبرضه. انت جبرته بخاطره؟ ايوه. لا والله. والله. مش انت اول بالفلوس دي؟ لا ربنا بعت لي رزق. وفي واحد جه غلبان او في ظروفه برضه يمكن ظروفه انا احسن منه. انا كنت بقول بناتك اولى بالفلوس دي. لا بناتي ربنا بعت لهم رزق. ونعم بالله. طلعنا من الرزق اللي ربنا بعته يعني زي ما بيقولوا 10%. فكرتش قبل ما تديله الفلوس دي؟ ممكن تتزنق بكره ولا حاجه. لا 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 بنتك تطلب منك طلب. لو اتزنقت بكره ممكن برضه ربنا يبعت. ونعم بالله. ربنا يبعت. بس انت متاكد ان عندك يقين ان ربنا هيبعت؟ ايوه. مش ممكن رزقك يقف؟ لا هو ما عندوش رزق يقف. احنا نازلين الشارع عشان نسلط الضوء على الناس المحترمه اللي زي حضرتك. يا باشا الله يخليك. اه والله الناس اللي واقفه وبتشتغل ولسه عندها امانه ولسه عندها حنيه يعني بتساعد غيرها. فاحنا كمبادره حياه كريمه اول حاجه احنا عايزين نقدم لك الميداليه بتاعتنا دي انك انت بقيت بطل من ابطال حياه كريمه. الناس البسيطة يتعدل شكل الخريطة خيط يكر وخير يمر انت فيه نقطة بداية. محتاج ايه من حياة كريمة تنفذه لك دلوقتي؟ انا ما يعني ما ينفعش ممكن يكون في واحد اقل مني هو يكون اولى منها بيها. يعني انا مش هقول لك لا انا يعني الحمد لله يعني هي الحياة على قد وبتاع بس برضه يعني ممكن يكون في واحد محتاجه عندي. بس ولو في حد محتاجه عندك مراته؟ هو اولى. وانت ما تاخدش حاجه؟ لا الحمد لله. وما نلبلكش اي طلب؟ يعني انا كده دي بالدنيا وما عليها. مش الفلوس احلى من دي؟ لا. الفلوس؟ لا 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 لا. يا عم فكر. الفلوس رايحه. دي هتفضل كده هتفكرني باللي انا عملته. لا اللهم لك الحمد لله. طيب في حاجه مضايقاك؟ حاجه كده هم على قلبك كده شايله؟ بيبقى في مره عليك فلوس مره عليك كده. انت عليك مديونيات ولا حاجه؟ وبتمشي. انت في عليك مديونيات ولا حاجه؟
هي ماشي فيه بس هي برضه مع الشغلانه بتمشي. لمين؟ لا للشغل ده بنفسه. الشغل الجرايد؟ ايوه. عليك مديونيات للجرايد؟ بس بكام؟ بكام؟ لا ما دي ما ينفعش ان انت تقول لي كام وانا اقول لك وانت تقول لي خدها. انا اتعودت ان انا يعني مديونياتي انا بقى انا بعفر ان انا الدنيا وبسددها. والله انت راجل جميل. طب احنا عايزين نساعدك باي حاجه قول لنا انت محتاج ايه. انا محتاج رضا ربنا سبحانه وتعالى بس. طبعا احنا كنا فخورين بيك فانا اقدم لك هديه بسيطه مننا عشان انت راجل جدع ساعدت غيرك وراضي بحالك ما تمدش ايدك لحد فربنا بعت لك اضعاف اللي انت طلعته. من ولادك فدي هدية من ولادك عشان بناتك. ده رزق ربنا بعتهولك. ربنا اللي بعتهولك لنا ولا حد. انا مجرد مرسال من عند ربنا. كان في حاجة انت شايل همها وربنا بعتلك الرزق ده دلوقتي بسببها؟ يعني كان في حاجة كده جواك كده ايوه ومرضتش تقول ايوه. والله انت راجل جميل. الله يخليك يا باشا. واحنا اتشرفنا بيك. الله يخليك يا باشا. اشوف وشك على خير. مش عايز اي حاجه باشا؟ ربنا ما يحرمنا منك. اشوف وشك على خير يا حاج. الله يخليك يا ريس. فرحة ابني حياة كريمة خير بيدي الروح نقيمة هي رحلة بين